مساء الخير مشاهدي الوطنية الأولى أو في برنامج للناس حكاية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامجكم الاجتماعي للناس حكاية. موعدكم اليوم كل يوم اثنين الخميس مباشرة بعد أخبار ماضي ساعة. موعد جديد يجمعنا بكم اليوم باش نحكيو على موضوع مهم، على ظاهرة تفشيت بعد 14 جانفي، ظاهرة لهي منا ولنا منها اللي هي ظاهرة الإرهاب. برشا أولياء يقولوا أولادنا مغررين بهم، الشعب وعامة الناس يراهم إرهابيين، شكون الصحيح شكون الغلط الله وأعلم، لكن الأكيد إنهم هذا ربما ضحايا تطرف فكري أو ديني، ربما ضحايا مجموعات، ربما ضحايا سياسة، ربما اختيار. على كل حال هذا أسئلة نطرحوها وباش نحاولوا نكتشفوا الأجوبة من خلال سواء الشهود اللي حاضرين معنا واللي هما أولياء لأولاد غادروا الوطن بسبب الإرهاب، وكذلك من خلال الخبراء اللي يحضروا معنا. نذكر أنكم أنتم زادة نجموا تتواصلوا معنا في الموضوع هذا سواء في المباشر عبر الرقم الهاتف في الموضوع على ذمتكم 71 848 848 وإلا عبر الباش فيسبوك للناس حكاية، وإلا عبر الميل على للناس.حكاية@tunisiatv.tn. نستقبل مع بعضنا الضيوف الحاضرين معنا. تحضر معنا مدام فتحية بلال، أهلا وسهلا، هي والدة معناها وليد مشاء السوريا. سي محرز الشواشي كذلك أب الطفل غادر الوطن معناها منذ 3 سنوات أو أكثر، وقت عمره 22 سنة، مرحبا معنا. سي معز علي رئيس جمعية أوتيل اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية، أهلا وسهلا مرحبا. ومعنا سي بالقاسم القاسمي باحث في العلوم الإسلامية، أهلا وسهلا مرحبا بكم. كما قلنا اليوم موضوعنا الإرهاب، ولو أنه الأولياء وأنا نتفهم الموقف نتاعهم الأولياء وقت اللي قاعدين نحكيوا في الكواليس يقول لك أولادنا راهم ماهمش إرهابيين، أولادنا مغرر بهم. هات نبداو معك أنت مدام فتحية وقول لنا كيفاش بدات حكاية ولدك مع الإرهاب. أولا نشكر قناة الوطنية اللي استضافتنا المرة الأخرى والمرة هذا، ونشكر سي معز علي اللي قاعد معانا توا يساند فينا، ونشكر الفريق الكل. مرحبا بك. أنا فتحية بلال نتكلم على باسم 43 الأولاد هذوما اللي مع ولدي. شو نقول لك، هما مغرر بهم الوليدات هذوما، على خاطر علاش لا عملوا حتى شيء، جيست اجتياد حدود هذاك من الحدود تركيا تعدوا للنظام. هيك نحكيو من بعد نشوفوا مغرر بهم اجتياد حدود والا لا. احكي لنا وقتاش اكتشفت اللي ولدك خرج من تونس؟ ولدي قداش عمره ولدك؟ ولدي من عام 85. من عام 85. وقتاش معناها فقت به اللي هو ما عادش في تونس ومشى؟ عام شو نقول لك، في اواخر في 2012 حاسيله. خدمه هنا مش ساعدتوش، فماش خدمه باهيه، قصد ربي ليبيا، قال لي باش نمشي نخدم نجيب طرف فلوس نجي نعمل مشروع. سرقالك اللي هو ماشي؟ اي قال لي. مش اللي تفاجئت معناها؟ لا انا الاولى عبيت له ساك ومديت له الكتب ما عند الله، قلت له ولدي برهك يخدم غاديك، جاني قال لي نحل المشروع. قال لك ماشي باش يخدم؟ ماشي باش يخدم، ما عندوش فكره. ولدي انسان عادي، لبسته عادي، ما عنده حتى شيء باش شو نقول لك، ما يصليش، يصلي مش ما يصليش، اما ما عنده حتى شيء عادي، حتى اصلا مش شكل موظف أكلي مثلا باش نقول لك ديما كمام يصلي وكا هو حاسيلو. قصد ربي ليبيا وصل غادي كلمني، امي راني وصلت هاني كما يقولوا فيها، قعد جمعه كل يوم يراسل فيا يكلم فيا، هاني لاباس، هاني منها، هاني منها. قال لي امي هاني يظهر لي لقيت خدمه، قلت وليدي ربي يسخر لك. بعد الجمعه الثانيه قطعت الاخبار نتاعو اي فماش حسوا، عطى في اليوم يكلمني، اليوم يكلمني، كوم اليوم يكلمني، حتى تعدى شهر الاول شهر الثاني مشى في مخي انا اللي هو مشى حرق التاليا زاد، ما حطيتش سوريا في مخي جمله ابدا. فك البريود اللي بعد ما عادش يكلم فيك فيها لا فتحيه، شنو عملت معناها؟ مشيت للمركز، مشيت للخارجيه، مشيت للخارجيه. لا عاد قبل ما نمشي للخارجيه طلعها في البرنامج في الصميم. فين طلع اسمه في الصميم في الليست اللي عداها زي زهير في اللي نتاع المساجين، جيت نتبع في الاسامي، والله لحسنيتي زاد نتبع في الاسامي مش قازيت وهو في مخي، لقيت اسمه معاهم. نمت غدا نمشي الصباح 7 للخارجيه، هزيت الاوراق الكل ما يثبت الكل ونسخه من الباسبور نتاعو وما لازمه. دخلت غادي قالوا لي لازم تعمل عريضه، عملت العريضه كتبت ما لازم، قالوا لي برا روح تو نحنا نتصلوا بيك وكان ان شاء الله السيد كان خير. في اليوم في اليوم يتصلوا فيا، في اليوم في غدا عاود رجعت لهم قلت لهم يا ولادي قولوا لي كيفاش الحكايه، قالوا لي برا روح تو نشوفوا نتصلوا بيك.
حتى سمعت فما سي زهير حل بيرو في سيرة فرحه حجات باش يمشوا بيه الاولياء والمجتمع المدني. مشيت غاديك هزيت ما لازم الكل، قالوا لي تنجم تمشي، قلت لهم ماذا بيا نحب نمشي نشوف ولدي. هكا هو مشينا ركبنا الكل ومشينا احنا والوفد الكل، قصدنا ربي وصلنا غاديك فرحوا بينا بارك الله فيهم. من بعد جاء نهار الاربعاء قالوا اليوم باش تمشوا للحبس باش تزوروا ولادكم. جاء نهار الاربعاء قصدنا ربي هزينا بدو بالواحد بالواحد، انا جيت اول امراه من دخلوني الغادي. قداش قعدت مع ولدك في الحبس؟ جست فماش حتى درج كهو فماش كهو تعرف ملي دخلت له حملته بديت نبص فيه ويبكي وانا نبكي يا بابا كيفاه يا بابا وينك يا بابا بالعمل. زهير نزل هاني قالت هذا هو كل ورده، هذا هو ورده هذا يا رسول الله وط والله غالب. بديت هو يبكي وانا نحمل يا ولدي يا بابا جابك لهنا كيفاش حكيتي كيفاش، قال لي يا امي مانيش عارف كيفاش جيت. معناها فك الدرج هذاك لفتحية ما حاولتش تعرف شنو اللي صار؟ معناها انت قلت لي اخر اخبار عندك مشى قصد ربي الليبي على اساس باش يخدم غادي. نعرف درج معناها زمان قصير برشا ما تنجمش تفهم كل شيء، اما ماذا بيا نعرف هكا درج شنو حكيتو شنو سالتو شنو حبيت الاخبار هو اللي درج بالله قال لك مازالوا بعدنا الوافد برشا الاولياء باش يدخلوا بعد هكا هو ما حملته ما بصتو ما حملته يا بابا كيفاه يا بابا منا، قال لي حاجه واحده قال لي امي مانيش عارف كيفاش جيتي امي لهنا مانيش عارف ايه قلت له كيفاه، ما قال لي حاجه واحده راني باش نروح معاكم. ما هو عفوا عليه ما عمل حتى ما عمل شيء، راني باش نروح معاكم. قلت له وي في بالي باش تروحوا معنا في بالي. شكون قال لكم اللي هو باش يروح معاكم؟ ناس الوفد اللي ماشيين معاه الكل قالوا قلت له ربي حضروا لهم تبديله واحده باش نزوم في نص الليل باش يروحوا معاكم. هكا هو تعرف فرحت في نفسي قالوا باش نروح بي باش نروح الكل ما معنا فرحت فرحه ما تصوفيش كيفاش. قلت له يا بابا كيفاش قصه خالي يمي ما نقولكش كيفاه وميمتي مش عارف كيفاش شنو هي الحاجه اللي صارت الكان اللي صارت له صارت له غادي في ليبيا. خاطر ولدي ما خبي عليا شيء انا ولدي ما عندوش الحكايات هذه الكل والمن ما فماش حاجه اللي صارت صارت غادي في ليبيا. هكا الجمعه اللي قاعد يكلم فيك فيها في ليبيا لفتحيه شنو معناها الفحوه المكالمات اللي تصير بيناتكم انت شنو تحكي له هو شنو يحكي لك؟ يقول لي امي هاني خرجت اليوم من فرقس على خدمه منين متغدى لقيت، يقول لي مزلت امي هاني لقيت بعد اخر اي حاولت تسال وين ساكن منين يعيش بحدا شكون قاعد؟ خلي في ليه خلي لقيت جماعه بولاد حلي تويسة ولا ليبيا؟ لا خلي مخالتي خلي يعني امي رامي مغدا يظهر لي باش نشد الخدمه. وين في ليبيا بالضبط؟ في طرابلس خلي في طرابلس. قلت له مالا بابا هكا رد بالك على روحك هكا تمشيش ما تكلمنيش. اخر مكالمه اللي قالها لي الكلمه قال لي يا امي باش نقول لك حاجه ما تتفاجئيش. قلت له ان شاء الله خير شني؟ قال لي امي راني ماشي في البلاد ما فيهاش ريزو. وقلت له يا وليدي فيهاش البلاد فيها ريزو هو المريخ عملوا له ريزو كيفاش؟ تقول لي خالي هكا هو تشكون نحس والمكالمه كلي تخطفت. فات الاتصال بيني وبينه، هذه الكلمة اللي قاعدة تطول الآن تنم في وذني. ما لاحظتش حاجة معناها في المكالمات اللي كان فيك فيها كل يوم حاجة هكا بيزار شوية مشكل عادة جوست المكالمة هذيك حسيتها. المكالمة الأخرى اللي قالها لي هذيك هي اللي أنا حرقت لي قلبي، خاطر أيام مثلون يقول لي مثلا الجمعة الأولى يقول لي يومي هاني نمشي يلا أو منها ومن بعد قال لي هاني لقيت. وآخر مكالمة بعد ثلاثة أيام قال لي الكلمتين هذوما. فالقطع الاتصال بيه. مش باش نقول لك بنيتي احنا لا عدا عندنا عيد، لا عدا عندنا رمضان، انا نعرفوا رمضان، انا نعرفوا عيد كبير، انا نعرفوا عيد صغير، ما احنا متحتمين وما متحتمين مغادي واحنا متحتمين من هنا. اش عملنا لربي احنا؟ شنو اللي عملناه احنا يا رسول الله؟ تقولي لي هو قال لك مغرر بهم. يجهز ولادك يا اخي ما انا ماهوش عاملين حد شيء مغرر بهم وهم لهنا تونس علاش رافضه مش ولادات تونس هما يا رسول الله؟ تونا نرجعوا للموضوع هذا انا من بعد نحب بعد ما ناخذ الشهاده نتاعك سي محرز باش نشوف مع سي معز جوستومون التدخل نتاع المجتمع المدني وشنو اللي صار، لكن قبل هذا نحب ناخذ شهاده سي محرز شنو اللي صار مع السلطات السوريه مع الحكومه التونسيه علاش صار معناها التطويل هذا علاش ما خلطوش ربما الحل؟ سي محرز انت ولدك قلت لي مشى زاد كيف كيف مع ال 43 شاب هذوما وقت عمره 22 سنه انت من الاولياء اللي كان عندك علم انه ولدك باش يسافر والا من الناس اللي قمت الصباح ما تلقاش ولدك وما تعرفش عليه وين مشى؟ باهي انا اقسم بالله بالقران الكريم هذايا اقسم بالله ولا من غير ما تحلف على القران نحن نقراه حسن النوايا ما نقول كان الحقيقه بالضبط اني ولدي يقرا اذا كان هذا ارهابي يوصل ارهابي ها
كان يلعب المينيم مع جمعية بتاع كورة مع لناش. إذا كان هذا إرهابي قل لي ما تسالش. ولدي يقرأ في الفنون الجميلة في البوزار في سوسة من المجتهدين ويقرأ مع كلهم ملك سريع الأغربية من بنات. ساعات الراح مع البنات والواحد يبدأ هو أصحابه يتعاركوا شويه سامي ولا تفكنا في البنات الكل من هو خدش نوع عنده نوع تفدليك ونوع محبوب شوية. جاء نهار 7 مارس عيد ميلاده، هزيت له خبزة القطو، هزيت له شيء ياكل وفرحان وكذا. 7 مارس نعم 7 مارس 2012 اي 2012 نهار 8 مارس انا نتبع فيه في القراية، نلقاه حاضر يقرا وكل شيء وكذا. نهار 8 مارس بعد ما لعب الكورة على دار الشباب حذانا مقابلتنا يلعب الكورة وبعد يمشي يلعب تور حرامي مع أصحابه، مشيت للقهوة فقلت له هيا روح وكل شيء كذا. لقيت واحد معاه شكيت فيه شوية الحمد لله، صغير في العمر زاد الاخر لكن يقرا في الاتجاه الاسلامي ولا حاجه كيف نقل كذا. قلت شنو بدات فما صحبه جديده باش تحكي معاه هذاك مع لنيتي. فرك يروح حكي لامه راس ما حكاليش يعني، قال لها امه هاي صلعنا وكل شيء كذا. شنو قالوا فما محواسه في ليبيا وكل شيء وكذا، تمشي على 10 ايام وكل شيء وكذا، اعطيني فلوس ما نعرف مجاهره عندك شيء. هو ديجا اني نعطي فيه فلوس بالكذا بالكذا خاطر الحمد لله مستوره الحمد لله كذا، نعطي فيه اجور مادام يقرا طالب نعطي فيه 8000 و7000 و10000 الحمد لله بكذا باش ما يبقاش مخصوص. هاي نهار امه قالت له ايش بيه هاك ولدي، عطات له 500000 فهمتني، وبعثت له الفليج وكل شيء. قالت له ننسى يمشوا لليبيا تو رايحه وقتها دوز ليبيا رايحه ننسى يمشوا يجيبوا في الدبش باغيك انت ولدي راجل ما تمشيش برا. انا في باليش يعني نخدم في الاوتيل ري عندي 38 سنة ولا 40 سنة نخدم في الهوتيلري. عملت اني كلمت الدار كلمته هو طلبت ما هزش عليا خاطر نتفقدوا في النهار نتفقدوا زاد فهمت كذا. طلبت امه قلت لها وين، وقالت لي سامي امه مشي لليبيا فهمت لها مش يجي. ما وصلوا حد المطار؟ ما وصلوا حد المطار من العائلة؟ ما مشاش من المطار في اللواج مشى من بعد على البر معناها. شاف اللواج هو واحد اخر ما نعرفوش الاخر. الطفل هذاك اللي شفته معاه في القهوه اللي شفته معاه في القهوه اي ما حاولتش تسال عليه؟ انت وجهه تعرفه معناها والحومه عرفت بعيد على الحومه شويه قريب للحومه. مشيت لبوه وقال لي راهو ولدي اني مانيش ضامن فيه وكل شيء خاطر هزيته راهو داروا به فلان وفلان بالجوامع اما زعما يعني شو يسميهم ثاني تنصلي عند السيد نسيت شنو يسميهم يجيبوهم هذاكم يجيبوهم من قطر ومن السعوديه ومن شيوخ ولا لا نعرف حتى اساميهم ما نعرفش اساميهم فهمتني. قالوا لي راهو فما فلان فهمتني لا ديما ساعات يشدهم بعد الصبح. ولدي صلى شهر ونص لترونتا يا جونفي ولدي هزوا صاحبه ويشرب في البيره في الاوتيل. انا ما عملت عمليه على ظهري عمليات عملت على ظهري هو فك شهر ونص بعد لوكات جونفي بدا يصلي نورمال معنا ده في الدار ولا في الجامعه؟ يصلي في الجامعه فهمتني. اما الاغلبيه في الدار راهو هو كي ما يوصلش التسعه ونص كي ما يروحش انا من نهبل لازم نروح لازم نجيب ونروح به كذا. قالوا لي قال لي بول الولد هذا اللي مشيت له اللي مشى معاه قال لي راهو ولدي مشي لليبيا كل شيء وولدي راني غروا به فلان وفلان وكل ده من الجامعه الفلاني فهمتني كذا منا ورد بالك على ولدي منيش رد بالي اللي ولدي وصلت في ليبيا. باهي البريود اللي قاعد يصلي فيها خاطر صلاه هو فرض معناها في ديننا تبقى التصرف نتاعو تبدلش في حكايه اخرى معناها نجم يكون يصلي راهو ويكون انسان عادي. انا نحب نفهم معناها فماش حاجه ارتبطت بصلاه لاحظتش ولا مثلا منطوي اكثر معاش يقعد معاكم يحكي في حكايات معاش يتفرج في التلفزه ما نعرفش شنو ولا حاجه ابش نقول لك سيدي يتفرج هو وامه على خالت سيدي العزيزه يتفرج على الصور المتحركه يتفرج على كل شيء. اما اخر نهار اللي هو مش يمشي فيه لاحظت الولد مش نورمال. شنو مش نورمال؟ خاطر كي قال لامه تغدو راني مش نمشي تعبير الفلاجه يمشي يوصل الباب ويرجع لها يمشي يوصل الباب ويرجع لها كانه ما يحبش يمشي كانه يحب امه تشده معنا ده. مشيت شفت نلقاه مسحور بالحق سحروه فما السحر وهما وقتها يقولوا هو ليبيا يقولوا فماش حرامش الهلوسه وهي موجوده حرامش الهلوسه موجوده طلع اش عملوا له في ليلتها بالضبط معنا كل شيء كذا. ما هي مانيش باش نطول عليك برشا تصدقني اقسم لك بالاله من نهار 7 ذاك مارس 8 مارس 9 مارس مشى من نهارتها واني مهبول معناتها ولات كي مهبول خاطر نحس عندي احساس كبير ياسر. ما كلمكش في البريود اللي مشى فيها ليبيا؟ لا كلم في امه كلم في امه كلم في اخته كلم في اخته ويقول لهم انا مروح. اخر ليله بعد وصل 10 ايام في ليبيا كلمني العشره نتاع الليل قال لي بابا ظهر فيك متغشش. قلت له مش نمشي تغشش قلت له انا قريب نموت وتقول لي متغشش قال لي غدوه مروح
وقت اللي يكلم فيا نوع ما ماهوش وحده. طلب الثاني بعدين قصت التليفون، خاطر قصت التليفون. كلمت اني عاودت طلبته بالتليفون هذاك، قال لي خويا اني راني تاكسيفون في شرق بنغازي. قلت له خويا شكون اللي كان مع هذاك اللي كان يتكلم تو في التاكسيفون عندك؟ شو قال لي معاه ثلاثة من الناس. فهمتني؟ وقتها انتهيت اني قلت كذا، نلقى عائله ليبيه فهمت الله في قدام سوبر مارشي قدام كذا. سالت واحد رئيس عائله كل شيء، قلت له بربي يا اخي نسمع فيهم فما قالوا يبعثوا فيهم من ليبيا للبلادن ولا شنو، ما نعرفش الامور هذه خاطر نعيش فيها. قال لي اسمع يا وليدي، قال لي برخلت ليبيا خير يجبد ولدك خير، راهم من غادي قاعدين يسفروا فيهم بالعنف، يهزوهم للمطار وبالعنف فهمت، يهزوا فيهم بالسيف. قال لي برا امشي ليبيا تنجمش تمنع ولدك. شفت من غدا طلب الباسبور، ما طلعتني الباسبور وحذرت روحي كل شيء، ولهذا يقول لي لا ما تخافش منه نعرفوه ما صاب جي ولدنا وما لا وتو يروح وتو حد شيء كذا، زادوا عطلوني معناها زادوا عطلوني. فاني بيدي توا مانيش صدقني اقسم لك بالله مانيش مصدق اللي ولدي مشدود في الحبس في ليبيا. والله ماني مصدق اللي ولدي مشدود في الحبس في ليبيا، ما مصدق اللي ولدي تو قدامي. سيدي في الليل نقوم اني مرتين ثلاثه باش نغطيه، يعني فهم نجيب يعني نحط له شوكولا الصباح نحط له كل شيء فطوره ونخرج فهمت. لا سي محرز انت قلت لي قررت باش تمشي ليبيا، مشيت ولا ما مشيتش؟ ما مشيتش عاد ما قلت لك وقتها وجاك الحديث وقتها طلع في الانترنت، هبط في الانترنت سمع اخوه الكبير شاف الانترنت ما حبش يقول لي عرفها الامور باش تاور. شنو خرج في الانترنت؟ شنو اللي خرج في الانترنت؟ خرج في الانترنت لك ال 19 لينين اللي تشدوا هذوكم اللي وزير خارجيه وزير شو اسمه نتاع اللي في الامم المتحده السوري هذاك قدم 19 باسبور كونهم هذوما بعثتهم الدوله التونسيه فهمت لا باش يحاربوا في سوريا. وقتها انت فقت لي ولدك في سوريا؟ لا ما فقتش انا باقي ما عنديش الشك هذاك. اما وقتها بعث لي بعد كذا هبط في الانترنت، فقط قال هبط في الانترنت، ما صدقتش العملية دي كمان، هبط في الانترنت، ما حبوش يقولوا لي حتى الجيران وصحابي شافوا كل حتى ما حب يقول لي، خاطر يعرفوني معناها تعب ياسر كنت كذا، نهار قالوا تعرف كيفاش ما يقولوش بالليل، جاوا بعض أحباب جيران وكل شيء، وجاء ولدي الكبير وجت بنتي، ولدي يخدم لاباس عليه الحمد لله رب العالمين، ماهوش متداين زاد استغفر الله، الدين مش عيب صدقني، لا ما نقول ماهوش عيب، اما تو ولد الناس تخاف، خاطر البارح الاولى سرقوا شكاره صبابط من الجوامع وسطوش الراجل. ايش علينا؟ مش موضوعنا هذا، باهي سي محرز، خاطر الوقت قاعد يضرب، نحب ناخذ شهاده المخاينه اللي معنا. اي احكي لي معناها كيفاش صار الباساج من ليبيا لسوريا، انت كيفاش فقت؟ قلت لي الجيران خباوا عليك وكل شيء. بعد كيفاش فقت اللي بعد كيفاش فقت وكل شيء كذا؟ عمل لي واحد تليفون لهذايا ولده هز ولدي. قال لي سي محرز، خاطر عطيته النمر نتاعي. قال لي سي محرز اخي ولدك اسمه كذا وكذا، قلت له ايه. قال لي لا مشوا معاهم في الليزو، بعد عاود طلبني. وواني زعما اصحابي كل قاعدين في الدار معناتها كل واحد يغزر للاخر يفيق. قالوا لي امه مش اسمها كذا اسمها لطيفه، اي هذاك ولدي. قالوا لي هبط في الانترنت راهو تشد في الحدود نتاع تركيا بين تركيا وسوريا. ما صدقتش وليت نعمل هكا شيء، لميت دبشي كل شيء كذا، مشيت النابل قلت نهرب توا من غير كذا، مشيت بالكرم الرابط كذا. صدقني كنت نصلي شهرين واعوذ بالله من الشيطان الرجيم نزيد نقولها كل شيء كذا، مشيت ديريكت حشاك ايش علينا؟ مشيت نشرب. احكي لنا به كيفاش مشيت لسوريا؟ معناها مشيت لسوريا من بعد انت ولا؟ مشيت لسوريا تاعي فهمتني وقتها قابلت ولدك معناها كيما ولد لفتحية قداش المدة؟ 10 دقائق 10 دقائق. اي ايش احكي لك؟ مشيت انا وامه مشينا غاديكا وقعت رحاب بالكدا وما خسرش الوفد اللي مشى، ما نجمش نشكر حتى حد انا ولا ما نشكرش خاطر ما خسروش، عملوا فينا الخير اللي على الاقل شفناهم اللحظة هذيك. انا وقت اللي مشينا غاديكا وجانا المفتي نتاعهم وجانا الجماعة من مجلس النواب وكل شيء وتعشوا معنا وحكاوا معنا وقالوا راه ولادكم مغرر بهم. قال لي مفتي الجمهورية كيف نعرف الكرم نتاعه؟ قلت له بربي. قال لي راه باش يروحوا معاكم. وقال لي والله، قال لي احنا اللي نسموه ارهابي راهو اللي نشدوا عنده سلاح، قال لي يضرب ولا ما يضربش هذاك ارهابي، اما اللي نشدوه من غير سلاح راهو هذاك مغرر به. وقال لي حسب الاثباتات نتاعنا اللي شفناها احنا اخترنا من مئات التوانسه 43 شخص هذوما الموجودين في الليست هذيا 43 شخص اللي هذوما مغرر بهم هذاك، علاش احنا معناتها مش قاعد تلقى صراحهم. على كل حال باش نعاود نرجع لك سي محرز، لكن زاد مهم ياسر باش ناخذ شهاده سي معز علي اللي هو رئيس جمعيه اوتيل اتحاد التونسيين المستقلين من اجل الحريه، واللي نجم نقولوا كان هو الطرف الاساسي اللي من خلاله نجمتوا تمشيوا وفد كامل لسوريا وانكم تحكيوا مع صغاركم، لكن وين وصلت المفاوضات؟ هذا اللي باش نعرفوه بعد ما نشوفوا الممضى المواليه. تفضل.
مرتك أكبر منك بعوام؟ اخترت تتزوج بها رغم اللي تعرف اللي هي أكبر منك؟ ترى إنه فرق العمر بينك وبينها ما عنده حتى قيمة قدام محبتكم؟ وإلا ترى إنه فرق العمر أثر على علاقتكم؟ لقيت موافقة من العائلة والمجتمع لقرارك هذا، وإلا بالعكس تحسهم كانوا ضد فكرة إنك تفهم مرأة أكبر منك؟ كان عشت تجربة مماثلة وتحب تقسمها معنا؟ أبعثنا على الباش فيسبوك للناس حكاية، وإلا على الميل على للناس حكاية @tunisiatv.an، وإلا على 58 4 66 66 4. سي معز علي، اللي نعرفوه انه مشيت انت على راس وفد يضم اولياء 43 ولايه كما يقولوا هما مغرر بهم، مشيتوا لسوريا وحاولتوا معنا انكم تحكيوا معهم وتشوفوا وضعيتهم في السجون السوريه وشنو قالوا لكم السلطات السوريه. احكينا باختصار شنو اهم المعطيات اللي نجمتوا تتحصلوا عليهم كي مشيتوا لسوريا. احنا اولا هي كانت مبادره من بعض من اعلاميين بتشريك المجتمع المدني، والمبادرة هذه كانت في وقت اللي كنا احنا في تونس كسلطات ولا اللي سيروا في البلاد رافضين الاعتراف بأن فما شباب تونس قاعد يلتحق بالمناطق الصراع. ولهنا كان فما معناها تعتيم على مستوى الدولة في الموضوع هذايا. ما لقينا أي حتى حل باش على الأقل نلزوهم يعترفوا بالظاهرة هذايا. اللي نظمنا معناها وفد من المجتمع المدني ومن الإعلاميين، وهزينا معنا الاولياء ونسقنا مع المجتمع المدني السوري، المجتمع المدني السوري باش ننظموا الرحله هذه، وهذا اللي صار في جوان 2013. معناها عام بعد ما مشاو الاولاد. عام بعد ما مشاو الاولاد. وهذه وبعد البرنامج، خاصه بعد اللقاء الاعلامي اللي صار ما بين المساجين واعلامي معروف اللي هو سي زهير لطيف، عرفنا على الاقل حددنا اسامي 43، خاطر احنا ما كان عندنا حتى معلومه. ما ننساوش احنا قطعنا العلاقات الدبلوماسيه مع سوريا، ولهذا ما عادش عندنا حتى معلومه لا نعرفوا شنو الجاليه نتاعنا صاير فيها، اللي فيها عديد الالاف ما نعرفوش شنو اللي صاير فيهم، وخاصه ما نعرفوش التوانسه هذوما اللي قاعدين يمشيوا يلتحقوا بمناطق الصراع هذوما شنو اللي صاير فيهم. سي معز، انا نحب نطرح سؤال ربما يسالوه برشا ناس قاعدين يتفرجوا فينا، علاش ركزنا على 43 هذوم؟ ينجم يكون فما برشا ناس مشاو قبلهم ولا ناس مشاو بعدهم. انتم من قبيله معنا نسمعوا في قائمه ب 43، قائمه ب 43، شنو الخصوصيه نتاع القائمه هذه؟ خاطر هذوما الاول 43 اللي نعرفوهم بالاسامي وتحدد الهويه نتاعهم وموجودين في السجون السوريه، هذوما وقع ايقافهم في الحدود اثر العبور من تركيا الى سوريا. وهذوما شباب لم تلطخ ايديهم بالدماء ولا ما شاركوش بطريقه مباشره او غير مباشره في الصراعات. لقاو عندهم سلاح؟ وكي تستفسرت ما لقاوش عندهم سلاح وقت اللي اثناء العبور. مازالوا كي دخلوا. فوالا للتوضيح معنا. هذاك علاش هما حتى في التهمه نتاعهم معناها اجتياز عبور حدود بطريقه غير قانونيه. احنا وقت شفنا عرفنا الحكايه هذيا، معناها صار تنظيم زياره الوفد اللي باش بعد التنسيق وكل شيء باش على الاقل اولا يصير اللقاء ما بين الاولياء واولادهم، وخاصه لجلب انتباه ونوضحوا للشعب التونسي اللي راهي الظاهره هذه موجوده وقاعده تمس في الشباب نتاعنا وقاعده تمس في الشباب اللي احنا تو في مرحله انتقاليه نحبوا نبنيوا بهم تونس الجديده. وقت نجي نشوف انا نلقى شباب عمره 18 و16 و17 سنه يمشي في، انا نقول ضحيه شبكه التهريب، معناها ريزو دو ترافيك داتريما، على خاطر كي نشوفوا احنا ان الشباب اللي قاعد يمشي ما يعرفوش روحهم علاش ماشيين. فما اللي خاصه في عام 2012 كانوا يمشيوا لسبب اللي رانا باش نمشيوا خاطر راهو فما قتل وكذا، وباش نمشيوا ننقذوا الشعب السوري ونحميوا النساء والصغيرات وكذا، مشيوا في هدف انساني. كي يوصلوا غادي هذوما نسمى انا محظوظين اللي وقع ايقافهم قبل، خاطر بعد ما يوصلوا للجماعات المتطرفه هذيا يعطيهم السلاح قلم اما تحاربوا ولا نقتلوك. خاطر والاليات معناها الدمغج هذيا مختلفه. وقت مشينا احنا غادي اولا لم نتفاوض مع الحكومه السوريه مباشره، تفاوضنا مع ممثلين من المجتمع المدني اللي هم كانوا ينسقوا بينا وبينهم. واحنا وصلنا الى اتفاق، الاتفاق هذا اللي وقع رجاع 43 شاب هذوما
بشريط بالطبع اللي يصير محاكمتهم في تونس، والشرط الاساسي اللي هو اللي الشباب هذا يقدم قضيه في المحاكم التونسيه والسوريه ضد من كل من كان سبب في تسفيرهم. الهدف نتاعنا الاساسي معناها يحكيوا على الغيزو اللي من خلاله الغيزو اللي هو سفر اللي سفرهم، معناها اللي نجم تكون معناها اطراف سياسيه، تنجم تكون حكومه، تنجم تكون اطراف معناها عندها تطرف فكري، المهم يدينونس الناس اللي هزوهم. اكيد اكيد، وهذا هو الهدف اللي احنا باش نوصلوا، اللي قدموا القضيه هذه خاصه اللي فما شباب تونسي وقت مشى يلقى روحه محطوط معناها في خط النار، ما نجم يعمل حتى شيء، كانوا يتصلوا باوليائهم، رانا نحبوا نروحوا ما نعرفوش كيفاش نخرجوا، نسقنا لوضع ممرات امنه باش تحت اشراف الصليب الاحمر الدولي باش يرميوا السلاح ويسلموا رواحهم وتصير محاكمتهم في المحاكم السورية. سامحني هنا، انت قلت باش يرميوا سلاح، قبيله قلت لي ما عندهمش سلاح. لا لا، انا نحكي الشباب اللي وصل وانضم الى الجماعات. داكوردو، معناها وصلوا حتى عملوا اتفاق اخر، معناها حتى الناس المسلحين واللي يحبوا يرجعوا عندهم استعداد انهم يرجعوا يسلموا في سلاح ويرجعوا للبلاد. اكيد، واتفقنا كيف اللي تصير محاكمتهم في سوريا بوجود ممثلين من المجتمع المدني ومحامين تونسه، واللي المحكوميه نتاعهم يعديوها في السجون التونسيه. هذا كيف أما على الأسف وقت روحنا بالاتفاق هذا وصار روحنا كان فما وفد إعلامي مهم جدا، وكان فما متابعة يومية وحتى كل ساعة للخطر، احنا كنا المجتمع المدني كنا الطرف المفاوض في الموضوع هذا. مع الأسف اللي فهمتني بداوا العباد محاولات للركوب على الحدث من الطرفين، من مؤسستين، من ممثلين من الدولة اللي حبوا يركبوا على الحدث هذا، وصلنا حتى اللي معناها بدينا نعملوا في تنسيق الامور اللوجستيه لارجاع الشباب هذاك، نعرفوا اللي لازمو يرجع وفق اجراءات المعترف بها دوليا بحضور الصليب الاحمر، بحضور ممثلين على السلطات نتاعنا قضائيه وسجنيه و مع الاسف اللي لما احنا رفضنا اللي يصير الركوب على الحدث هذا، الركوب على المبادره هذه، قد احنا الهدف منها هي جلب انتباه المواطن التونسي على الظاهره هذه، خاصه الاولياء، خاطر الاولياء نتاعنا احنا كي يمشي يشوف ولده مشى يصلي يقول له اي ولدي هداه ربي يصلي، اما وين قاعد يصلي ومع شكون قاعد يخلط، معناه وشكون اللي قاعد، خاطر هنا راهو ناس راهي ذكيه جدا، جماعه الاعضاء الشبكه هذيا الناس الذكيه، خاطر تمشي للشاب تعرفوا شنو نقطه الضعف نتاعو، وخاصه احنا في ظرف اللي الشباب ما لقاش روحه في المرحله هذه والثوره هذيا، ما شافش اللي عنده احلام وتحقت، يلقى روحه وحده ويلقى روحه مع اولياء اللي هم ممكن تشوفوا احنا حتى تبدا حاله ضعيفه اللي ما نجموش يستجيبوا الى رغباتهم. انا وصلت شباب يقول لي انا تو راني ميت حي، في ما نبعدوش مش قريبه من هنا معناها، يقول لك انا راني ميت حي، اما ميت ما نحبش نموت مفلس، اما ما يسالش نمشي ننضم الى داعش ونموت عندي 3000 دولار في الشهر. هذا شيء معناها هذا باش يمشي على خاطر ما لقاش روحه لهنا، ما لقاش بقعته في المجتمع التونسي ويحب يمشي، يقول لك ما يسالش يا خويا نلقى فلوسي اعطيني برك شويه نخرج من المزير اللي انا فيها. اسباب عديده ما نجموش نقولوا راهي دينيه برك. الاسباب الدافعه والاسباب الجاذبه مع بعض نغلق علينا في الاسباب من بعد ربما نحكيو عليهم مع سي بلقاسم، ونحب نحكي زاد مع سي بلقاسم من بعد على مفهوم الجهاد. أكيد. لكن كما قلت معناها انتم مشيتوا في 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 بروسيدور، معناها مشيتوا في عملتوا اجراءات سواء من المجتمع المدني والدولي كوسوسوا تونسي والا سوري، اتفقتوا على اجراءات، قلت لي من بعد فما ناس حابه تركب على الحدث، كيفاش حابه تركب على الحدث؟ حابه تركب على الحدث معناها اللي هما يكونوا هما الابطال في ارجاع الشباب هذايا اللي هما معناها سعوا وجابوا الشباب هذايا وهذا يحبوا معناها هما يخرجوا كابطال في العمليه هذه، واحنا رفضنا خاطر احنا الهدف نتاعنا هي انقاذ الشباب، ومش باش يكون الشباب فريسه انتهازيه سياسيه ولا ناس تركب انا ربما باش نحكي بصوت برشا اولياء سي معز، معناها كام ولا كابو، يمكن برشا ناس يشاطروني ولا ما يشاطرونيش الراي، لكن كمان باش نقول يقول لك تتنازلتوا، معناها كي هما حابوا يركبوا على الحدث ما يسالش ليسونسيل، مادام وصلوا صغار ما شادوش سلاح وكل شيء، هات نرجعوا بيهم خير من اللي يقعدوا غادي كان بعد ربما تصير دمغجتهم في السجون. علاش ما حاولتوش انكم تشدوا العصام الوسط سي معز ولا تتنازلوا شويه، وليسونسيل الاولاد المغرر بهم، نحكي عن المغرر بهم على الاقل انهم يرجعوا لتونس؟ على خاطر لم يقع الاتفاق ببنود الاتفاقيه، خاطر كانوا يعتبروا الاتفاقيه بنود الاتفاقيه تمثل حرج كبير برشا، خاصه ما نعرفوش شكون الاسامي اللي باش تجبد وما نعرفوش شكون الناس اللي باش يصير متابعتهم، وهذاك علاش احنا حتى وقت قدمنا الاتفاقيه هذيا قالوا لنا راهي شروط غير اخلاقيه. اذا احنا كمجتمع مدني وكاعلاميين حبوا ننقذوا شباب تونس من انضمام بطريقه معناها عاميه نقول انا للتيارات هذيا، ما يسالش احنا معناها مستعدين وباش كما تحب انت، اما زاد كيف خايفين اللي يصير الركوب على الحدث وخاصه طمس الحقيقه واخفاء الحقيقه.
احنا لهنا نحبوا الشيء يوصل القضاء والقضاء هو يكون الفيصل. سينا نوليون بيضو في الارهاب. يعطيك الصحه. فوالا فوالا. سي بلقاسم ربي سي معاذ تعرض شويه لبعض الاسباب لكن برشا ناس يمشيو سيفري هو الكلام اللي كان يقول فيه صحيح ربما اسباب نفسيه اسباب اجتماعيه اسباب اقتصاديه ولكن فيها زاد الاسباب الدينيه ونحسوا انه بعد 14 جانفي برشا اطراف وبرشا معناها مجموعات دعويه تدعو للجهاد نحب نفهموا ساعه اليوم مفهوم الجهاد ولا ندرا هالشباب المغرض بهم واللي ماشيين على اساس باش يجاهدوا هذا صحيح والا غلط اللي يعملوا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني بداية نحط هالظاهرة هذه في سياقها التاريخي باش نفهموها ونحاول نفككوها حتى لا تكون يعني دراسة الظاهرة دراسة عشوائية. أولا الظاهرة ليس ظاهرة محلية هي معولمة الآن واخترقت كل القارات وفي هذه الظاهرة تشابكت المصالح الدولية والسياسية والعالم العربي هو العالم الذي تتصارع عليه المصالح الدولية. أنا ما نجم نفهم الظاهرة المحلية إلا بعد فهم هذه الظاهرة في سياقاتها الدولية باش نكون واضح. الغالب العالم العربي جاء في محرقة وأنا بالأمس القريب كنت في ندوة كان معنا واحد سوري كذلك جاء باش يقدم ندوة قال كلمة اختصر مأساة الشعب السوري في كلمة قال الشعب السوري كله يتمنى الموت. مش تفهم انت الحكايه يعني وين وصلت على ما اصبح الشعب يعيش في محرقه يعيش في ماساه اصبح يتمنى الموت. مش مطوش الحديث برشا كذلك احنا كي ناخذ الظاهره المحليه في بلادنا باش نكونوا واضحين ما دام الظاهره ذي لحد الان ما زلنا نبحث على اسبابها ثم اسباب ظاهره ثم اسباب خفيه. الاسباب الخفيه لا تزال خفيه الى الان ولا يراد ان يكشف ويعني ويفتح الستار كما يقال على هذه الاسباب الخفيه. وكنا نعرف على خاطر وراها لوبيات كبيره وراها نعم لوبيات الله يفتح عليك. نعم احنا خلينا نحكيوا في المسائل الظاهره. راهي ثم الناس الكل كانما متشاركين في صناعه الارهاب من حيث نعلم ولا نعلم. اولا بدايه الاسره احنا غيبنا دور الأمومة والأم أصبحت تمارس في دورها وكأنها امرأة. راهي الأمومة هي لابد تولى عندها دور إضافي على المرأة. الأم مغيبة دورها في التربية في التنشئة في المتابعة. صحيح ثم إرادة ذاتية وثم إرادة سياسية. شنو هي الإرادة السياسية؟ الإرادة السياسية مثلا الأم إذا تنجب طفل المفروض أن تعطى لها معناها تعطى لها على الأقل راحة طويلة المدى مش ستة شهور. بعد ستة شهور الأم تلف ولدها وترميه في الروضة باش تربيه من إشعار في الحاضنة والمربية وهكذا يغيب طفلها شهرين سي بالقاسم يا ليت ستة شهور شهرين شهرين سي بالقاسم ما المشكلة أكبر تخليه في الروضة وهكذا يتربى بعيد على الأم والأم ما عندهاش وقت بحكم ضغط العمل وضغط الواحد يكبر يدخل المدرسة باش يتربى في مكان آخر. إذا الأم غاب دورها في متابعة وتربية الأبناء ثم إرادة ذاتية حملوها المسؤولية وثم كذلك إرادة سياسية وأتمنى للإرادة السياسية أن تراجع مسألة الأم العاملة يا نصف عمل يا تعطيها راحة طويلة لما تنجب رغم لو أنه زاد الأب عنده دور هام لكن كلامك معقول جدا به. هذه حاجة. حاجة ثانية عندنا المؤسسات التربوية الآن أنا ربما يعني نعرف المؤسسات التربوية ما ثماش إطارات نفسية واجتماعية من أجل متابعة الحالات الخاصة. المفروض أن الأستاذ كيف يمشي يدرس التلميذ باش يعطيه المعلومة يتابع الحالات الاستثنائية الحالات الخاصة. إذا شاف في تلميذ نوع من الانطواء نوع من طرح لبعض الأفكار يحسها غريبة شوية يلزم يكون كذلك ثم بيرو على الأقل يكون إنسان نفساني اجتماعي باش يكتب له تقرير ويتعدى حتى تقع متابعة أبناء ومتابعة التلامذة متاعنا. باهي سي بلقاسم أنت ربما تحكي في المستقبل وتحكي على أولاد صغار نحب نفهم هنا باش تفسر ناس معناها عندهم مستوى فكري ومادي معين معناها يكون لابس به يكون بداره بكرهبته فما ناس راهو خلات ثلاثة وأربعة صغار فما ناس خلات صغير ومرأة حامل فما ناس مش عايشة في 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 الكري ولا معناها وخدمته ومترسم ثم معناتها فراغ في الوعي فرق بين المستوى العلمي وبين الوعي. نحن ما نعرفش أنا ربما كنا نعيشوا في المجتمع ومنغرسين في المجتمع ونعرفوا الشخصية التونسية. احنا بكل صراحه
وما نجملوش مجتمعنا، وخلينا نكون واضحين ونحطوا اصبعنا على الداء، ينقصنا الوعي وليس العلم. عندنا شهادات ومئات الالاف عندهم شهادات العليا، ولكن الوعي الثقافي ينقص الشخصيه التونسيه، بحيث يهز ريح ويجيب ريح وهو يميل مع كل الارياح. المفروض ان تكون هذه المناعه نحن ننشئها من خلال الاسره، من خلال المؤسسات التربويه، المؤسسات الجامعيه، المجتمع المدني، الامام في المسجد. هو كيف نشكل وعيا ثقافيا يكون يمثل مناعه لشبابنا اللي قاعد يحترق وقاعد تخطف فيه ايادي العصابات اصحاب المصالح الانيه والعاجله، وهو باش يحقلوا به مصالح معناها سياسيه ومصالح ماديه، والمساله هذه ولات مكشوفه للناس الكل. بغيت نحكيوا على الجهاد خاطر الوقت قاعد يضرب في ناس بالقاسم، معناها برشا ناس تفهم في الجهاد ربما مفهوم غلط. انا مانيش متزلعه في الدين ولا مانيش متفقه، فما ناس يقول لك هذايا اللي خلى مرته وصغاره، معناها خلى ثلاثه صغار، كان قاعد يجاهد في داره وربى صغاره، ربما ثوابه عند ربي اكثر. يا لندرا اليوم الشباب المغرر بيهم صحاح ربما في الأفكار اللي يعملوا فيها، فما ما يسمى بالجهاد، هذا هو الجهاد اللي تذكر في ديننا في 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 إسلامنا الحنيف؟ هو شنو الجهاد؟ هو من حيث المدلول اللغوي الجهاد هو بذل الجهد. بذل الجهد لشنو؟ من أجل البناء والتعمير والتأسيس. وربي قال في سيدنا إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فيها إشارة إلى البناء، إلى رفع القواعد، إلى تأسيس حضارة. هذا هو الإسلام. أنا ربما الحديث بعجالة جدا، أنا كنشوف أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل شابا، قالوا هل لك والدان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. في حديث آخر: إلزم قدميها فهناك الجنة. وسيدنا صلى الله عليه وسلم رأى يدا خشنة فقبلها وقال: إن هذه اليد يحبها الله ويحبها رسوله. يعني الإسلام جاء من أجل البناء، والغاية من الرسالة المحمدية يعني اختصرتها آية كريمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما وإلا تفيد في اللغة القصر والحصر، أي أن الرسالة المحمدية اقتصرت على نشر الرحمة وبث الرحمة ونشر ثقافة الحياة. كما نقول نشر ثقافة الحياة، سيدنا يقول: وفي كل كبد وفي كل كبد حر أجر. يعني في كل حيوان تعطيه الحياة لك في ذلك أجر. وربي غفر لامرأة سقط كلبا لأنه كان يعني يلهث من العطش. نعم. وغيرها من الأحاديث قال: ولو كان في يد أحدكم فسيلة وقامت عليه الساعة فليغرسها. نظام الكون قاعد يختل وانت في يدك فسيلة اغرسها. هذه نشر ثقافة الحياة ونشر ثقافة البناء. الذين يختزلون الجهاد في القتل لأنهم قتلوا أنفسهم قبل ما يقتلوا غيرهم، لأنه عنده يعيش كبت، يعيش مزاج سوداوي في داخله. ماذا بينا تعطينا نصيحة قبل ما تغادرنا سي بالقسم وقبل ما نمشي للومضة الموالية، ربما الشباب اللي قاعد يتفرج فينا وللأولياء زادة، شنو الرسالة نجمو نوصلوها؟ أنت تو كلام اللي كنت تقول فيه مهم ياسر، معناها كل واحد يبدأ بروحه، يحاول يستحفظ على والديه، يحاول يستحفظ على بلاده، يبني يزرع باش ينجم يوصل. لكن شنو النصائح الأخرى اللي نجمو نقدموها للأولياء وللشباب ربما اللي قاعدين يتفرجوا فينا تويك؟ تفضل. أنا نصور الحاجة الأولى أنه لابد من صناعة مرجعيات تحمل الخصوصية التونسية متاعنا، الخصوصية الزيتونية، الخصوصية الحضارية، خصوصية التاريخ متاعنا. عنده خصوصية، الدين واحد والتدين متنوع. احنا عندنا تدين متاعنا راهو هو ينبع من 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 اعراف المجتمع ومن عاداتنا. انا نصور قبل المساله متعلقه بالاسره هي متعلقه باراده، كما قلت هو صناعه مرجعيات، حتى مشيش المرجعيات وهميه، مرجعيات مجهوله عبر الفضائيات، عبر الانترنت، عبر شبكات التواصل. هذه يولي يسمع لي في كلام من هنا وهناك من ناس مجهوله العين والحال. يلزم نصنع يعني ناس ذات كفاءه علميه، كفاءة في سلوكها، كفاءة في ثقافتها، محبة للوطن، باش البو بعد ذلك يسأل ولده: ليش كون مشيت؟ ما يقولوش مشيت للداعية الفلان الفلاني اللي الله أعلم به ما أنا كوكب هبطت وجانا لهنا ويحب يورينا ديننا ويورينا ثقافتنا. وشكون وراه؟ وشكون وراه هذيك؟ يعطيك الصحة سي بالقاسم القاسمي، باحث في العلوم الإسلامية، شكرا ليك. بعد شوية نستقبلوا فتحية السعيدي مستشارة البرنامج وأستاذ تاع المجتمع، لكن قبل هذا نمشوا للومضة. تفضل. وتاتك ظروف خليتك تفكر وإلا تقرر الانتحار؟ عملت محاولة أو أكثر من محاولة انتحار فاشلة وتراجعت في آخر لحظة؟ أنت قريب أو صديق لشخص انتحر وكان انتحاره صدمة كبيرة بالنسبة ليك؟
إذا عشت تجربة مماثلة وتحب تشاركنا تجربتك، اتصل بينا على صفحتنا الرسمية للناس حكاية، وإلا عبر الميل على العنوان الإلكتروني للناس.حكاية@tunisiatv.in أو مباشرة عبر الهاتف على 58 4 66 66 4. مرحبا بك فتحيا. نذكر انكم انتم زادة نجموا تتواصلوا معنا على الباش فيسبوك نتاعنا للناس حكايه، ولا عبر الميل على الناس.حكايه@tunisiatv.in، ولا على الرقم الهاتف في الموضوع لازمتكم 71 848 808. انا قبل ربما ما نختم مع سي معز وناخذ وجهه علم الاجتماع فيما يخص الظاهره هذه، انتم كاولياء شنو طلباتكم، شنو تستناو ربما من المجتمع المدني، شنو تستناو من الحكومه، شنو نظرتكم الغدوة فيما يخص اولادكم؟ تفضل. انا باش نقول لك حاجه قبل كل شيء، هذه ما قلتهاش في المره الاولى، هما راهم الوليدات هذوما وقت مشوا البلاد مازالت مسيبه، لا فما داعش، لا فما جبهه النصر، لا فما مازالت مسيبه البلاد، فما شيء مثل هذه حاجه نحب نضيفها. وباش نقول بالنسبه لمش بارك الله فيهم هم قاعدين يعاونوا فينا، وحاجه واحده نطلب انا من الرئيس، انا فيت قابلت السيد الجناوي في القصر وقال الملف هذا باش نعدي للسيد الرئيس. انا طاوش باش نقول، نقول يا سيد الرئيس وسيد الوزير الخارجيه والكل، ما لازم المجتمع المدني ما طالبه حتى شيء منكم، طالبه حاجه حويجه، بجاهل عواشير، بجاهل عواشير، جيبوا لنا وليداتنا، رانا قال عدوا الاخر حتى رمضان الاخر نجربوا فيه جربه ماء، ما طالبه حتى شيء، طالبه تجيبوا لنا وليداتنا، هذاك اش طالبه منهم، ما طالبه حتى شيء اخر، نطلب من سيد الرئيس والحكومه، هذاك شنو هي طالبته؟ باهي سي محرز. والله العظيم اني مانيش عايش، اني انسان معناتها ميت، نسمى ميت حي، ميت حي في الدنيا، اني انسان حاولت الانتحار مرتين. نتفاهم. بالادويه، بالادويه المخترة، والشاي الطبي تثبت اللي هي ادويه مخترة من جمله واحده. ماهوش حل، ما نعملوش. حاولت ولتو مش مصدق اللي ولدي مجدود في الحبس، الحمد لله. لذا اللي نطالبوا اني قبل جميع المسؤولين، جميع الوزراء الخارجيه بكل من الاولاني اللي خلال، فما وزير خارجيه مانيش مسامح، نقولوا حسبي الله ونعم الوكيل فيه، على خاطر قال لي كلمه ماهيش باهيه، اللي قال لي احنا عملنا ثورنا، بعثنا مش انسان دو ثوره، معناتها بولدي علاش ما مشاش هو؟ باهي على كل حال انا نحب ندخل اخر كلمه. أي. اني سيد الرئيس الدوله توا والسيد وزير الخارجيه الجنوبي قبلت السيد المستشار، قبل وقت اللي هو مستشار، وعدني قال لي راه السيد الرئيس معتني بالموضوع هذايا بعنايه كبيره ياسر، وراه في اقرب وقت نجيبوهم، احنا توا عندنا اكثر من عام وعام وشهرين ولا عام واربع شهور نحن نستنوا. بذاك نحب نشوف ربما المفاوضات اللي وين وصلت سي معز، ومن بعد نخلي لك مسك الختام يكون معك انت، على خاطر قعدنا اقل من 10 دقائق. تحس انه فما اراده سياسيه باش معناها لاماطه اللثام على هالدوسي الكبير هذايا، وخاصه على الاولاد اللي بالحق معناها اليوم والعهده على من دعا حسب كلام نقول لك مغرر بهم، وانت اثبت هذايا كناشط في المجتمع المدني وقلت هذو الناس ما فوقهمش سلاح، وحتى الحكومه السوريه اتهمتهم باجتياز الحدود فقط. نحب نفهم معناها المفاوضات اللي وين وصلت، فما امكانيه انهم هالاولياء هذوما اللي يستغيثوا عندهم نداء ماذا بهم اولادهم يرجعوا لهم، فما امكانيه اي ولا سي معز؟ ومن بعد نخلي لك الكلمه اللي كانت هي الاشكاليه الكبيره اللي ما فماش تجاوب من السلطه. على خاطر كي نشوفوا الوقفات اللي عملوهم الاولياء هذوما وغيرهم، وحتى راهو ونظموا لهم حتى الاولياء اللي اولادهم ماتوا غادي. معناها راهو فما معناها ديناميكيه تخلقت اللي هما الناس هذوما معناها يحبوا يوعيوا الاولاد اللي ما مشاوش، ويحبوا الاولاد اللي مشاو على الاقل يشوفوا كيفاش نرجعوهم. ما حاولتش تفهم انا ربما نحكي بلسان برشا ناس اللي يقول لك انا ما نجمش نفرز معناها مغرر به ارهابي فاش قام ترجعوا لي، وهذا كلام تقال بصراحه معناها هات خلينا نحكي ونسمي الاسماء بمسمياتها. فما ناس تخاف تقول لك انا مشى وعمل عام وعامين وثلاثه وتعلم سلاح تجيبوا لي هنا، الله اعلم شنو باش يعمل في تونس. دونك هنا زاد فما نتفهموا شويه معناها فكره ناس، لكن انت هاني قلت لك انت كنت في المعمعة سي معز، كيفاش نجم تجاوبهم؟ وهذاك هو فما اللي قال أكثر من هكا، قال إن شاء الله يموتوا ما يرجعوناش. وهذا لهنا يبين على خاطر احنا دولة، واحنا لهنا جنب الطرف الثاني اللي نخدموا عليه كمجتمع مدني، هي وضع آليات إعادة إدماج وتأهيل. احنا نشوفوا لهنا يخرج لنا وزير الداخلية يقول أنا منعنا 12000 باش يلتحق بالمناطق الصراع، باهي 12000 شنو عملنا لهم احنا هذوم؟ مازالوا عايشين ما بيناتنا. الإشكالية لهنا اللي احنا توا قاعدين نتعاملوا معاه بمعالجة أمنية برك، وحتى كي نحطهم في الحبس نحطهم في دي سونتر دو ديتونسيون، مراكز ايقاف، مش قاعدين نحولوهم على مراكز تاهيل واعاده ادماج. هذوما ناس انا نسميهم مرضى،
على خاطر حطوا لهم فيروس في مخاخهم فكر تكفيري وحشي دموي لهنا كيفاش الصغيرات هذوما وانا نسميهم صغيرات خاطر تو ولينا اولاد ب 14 سنه و 13 سنه و 12 سنه بالضبط. اللي قاعدين يمشيو ونساء وذاك معناها ما خلينا معناها ملف اخر هذوما كيفاش باش نتعاملوا معاهم انا مشكلتي حتى في 43 اللي كتو حكمت عليهم باش نقولوا احنا باش نحكموا عليهم 4 سنين 5 سنين ومن بعد باش نرجعوهم لهنا وترتوا عندهم 3 سنين هو حسب كلام سي محرز ومدام فتحي قالوا تحكموا عليهم وتعديهم 4 سنين معناها نورمالمون يعاودوا يرجعوا تا فما اللي تحكم وفما اللي مازال وفما اللي بخاطر هما متعدين على محكمه مكافحه الارهاب وحتى كي باش يرجعوا بان عندنا اتفاقيه احنا اللي معناها ما نجموش نحكموهم على نفس التهمه مرتين معناها كي باش يعديوا المحكوميه نتاعهم باش يروحوا لتونس باش يقولوا تفضلوا روحوا لدياركم انا بالنسبه لي انا احنا كمجتمع مدني هذه قضيه معناها قضيتهم قضيتنا على خاطر هما يمثلوا الاثار اللي الشباب هذايا اللي بلا وعي وخاصه اللي دمغجوا فيهم اول حاجه يضربوها هي يضربوا العلاقه الطفل بالاولياء يقول لهم راهو حتى كان حبوا يرجعوكم ويوعيوكم راهو هذوكم ضد الدين معناها راهو معناها ولهنا كيف لازم الدوله تحمل مسؤوليتها كيفاش باش نتعاملوا مع هذايا اللي احنا نعرفوهم على الاقل وما شاركوش في المعارك اما لو عندنا جماعه اللي شاركوا في المعارك قاعدين يرجعوا كيفاش باش نتعاملوا معاهم يلزمنا مراكز اعاده تاهيل ومع الاسف اعاده التاهيل ما زالت مش موجوده في برمجه الدوله باه يعطيك الصحه سي معز معناها كلمه الختام باش نخليها لك انت فتحيه تفضل طيب بالنسبة للموضوع معناها الإرهاب موضوع كبير وواسع وفيه برشا حاجات معناها متداخلة مع بعضها لأنه الإرهاب هو مجموعة بالنسبة لي من الشبكات اللي متداخلة مع بعضها فما شبكة تهريب داخلة في شبكات نتاع الإرهاب فما شبكة المخدرات فما شبكة الدعارة هذم كلهم شبكات يخدموا مع بعضهم وهما اللي معناها الجسر نتاع العبور نتاع الأولاد نتاعنا اللي مخارج معناها الحدود وفي نفس الوقت مع في المقابل معناها في الجهة أخرى نلقاو شباب تلقاه معناها وضعيته الاقتصادية هشة يحب يمشي مثلا يلوج على شغل كما ولد مدام فتحية ولا ولد سي محرز وبعدين يلقى روحه في معناها دخل في شبكة تاع إرهاب فما ناس استقبته غديكة في ليبيا إلى غير ذلك وهزته معناها السوريا نحب الساعة نسطر كلمة معناها صغيرة بالنسبة للمجموعة تاع 43 هي مجموعة أول مجموعة في 2011 ونعرفوا معناها المشاكل معناها اللي صارت وهذاك علاش بالنسبه لي نفهم برشا علاش ما وقعش منها الحل بالنسبه لهذه المجموعه لاني نحب نكره الارهاب كشبكه على مستوى دولي تدخل فيها المصالح السياسيه المصالح الاجتماعيه المصالح الاقتصاديه وفما فيها اجندات معناها اللي ما تنجمش معناها الحل نلقاوها بسهوله لكن اللي يهمني بوغ لو مومون انه نقول انه الناس اللي الشباب اللي قاعد يمشي للارهاب هو شباب في فئه عمريه معناها هشه العمر نتاعو تقريبا من 16 حتى ال 25 سنه الفتره هذه العمريه معروفه معناها في علم النفس الاجتماعي انها معناها هشه ممكن انه تصير لها المانيبيولاسيون ممكن انه يوجهها في اي اتجاه مع بيان سور معناها الهشاشه الاقتصاديه والهشاشه النفسيه مع المتخكاش نلقاو الشباب هذايا مشى معناها في الاتجاهات اللي ما نحبوهاش معناها ما نحبوهمش يمشوا فيها يبقى انه هوني اليوم اللي همنا معناها كنشطاء في المجتمع المدني ناس تنشط في الحقل السياسي كإعلاميين إلى غير ذلك هي هذه الآليات التي يجب وضعها من قبل الدولة يعني مراكز معناها إعادة إدماج وإعادة تأهيل لأنه في جميع الحالات هم أبنائنا نحب ولا نكره هم عضو من الأعضاء متاع تونس اللي فيه معناها غانغرين فيه حاجة اللي زمها تداوى ما تداويش هكاك إذا كان ما فماش معناها الآليات معناها موجودة وما فماش استراتيجية الآليات هذه كيفاش تجي لازم تكون فما استراتيجية وطنية تتفق فيها جميع الأطراف بكل معناها مشاربها السياسية المدنية إلى غير ذلك وتتحط معناها البرامج وتبدأ معناها فما برنامج الساعة من الأول نتاع وقاية باش وقاية للأبناء اللي مازالوا ما مشاوشي توعيتهم إلى غير ذلك فما برنامج نتاع تأهيل وفما برنامج معناها استشرافي فيما بعد حتى يمكن أنه نحدوا مع الظاهرة هذه اللي ظاهرة اختراء ونحب نسطر على أنها ظاهرة معولمة. يعطيك الصحة فتحية شكرا لك سي معز علي رئيس جمعية أوتيل اتحاد التونسي المستقلين من أجل الحرية شكرا لك مدام فتحية بلال يعطيك الصحة سي محرز الشواشي شكرا للقناة الوطنية ونتمنى في رمضان تفرحنا الدولة متاعنا إن شاء الله وفرحنا المجتمع المدني يفرحونا بإرجاع أبنائنا لأن تعبنا توا تحطمت حياته إنسان اللي كان مشى عمره 22 توا ولا 26 واش
وفات الحكم نتاعه ماذا بينا تعاونونا نقول انتوما كاعلام وكمجتمع مدني وكحكومه راني اني عندي 4 سنين ونص صدقني لخلي لا نرقد جمله واحده ونبات نبكي ويوميا في كل المواقع في كل على كل حال احنا من خلال هذا الموعد من الناس حكايه حاولنا نوصل اصواتكم حاولنا نعطي وجهه نظر كذلك المجتمع المدني معناها حتى وجهه نظر الدينيه ان شاء الله يكون من خلال هذا البرنامج تتحرك بعض الاطراف وان شاء الله على قريب يرجعوا لكم اوليكم شكرا لكم يعطيكم الصحه شكرا على المتابعه نتلاقاو ان شاء الله غدوه في حلقه جديده من برنامج للناس حكايه ونذكروا انه ان شاء الله الحلقه هذه تنجموا تعاودوا تشوفوها نهار الاربعاء في نفس الموعد وعلى نفس القناه والا على www.watania1.tn الى اللقاء.